بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقدم لكم استراتيجية الشيخ الصغير والشيخ أحمد سمير والآيات الخمسة الأولى من سورة الفجر. أحسنت. والآن مع الشيخ نواف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. رائع. ريان جاهز؟ عبد الله تفضل. أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم أول. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ممتاز، رائع يا عبد الله. سعود تفضل يا سعود. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. ممتاز، تفضل يا ليث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر وليالي والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. تفضل يا سلطان. والفجر وليالي عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. احسنت، تفضل يا براء. طبعا احنا اليوم عندنا رحله، ما في مصاحف ولا في شيء. والفجر ولا وش والشفع والوتر وال حد عاوز يسمع تاني؟ خلاص ابدأ يا ريان، حتى لو في خطأ يلا ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. أحسنت. خالد حافظ، قول يا خالد. قرب. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في قسم لذي حجر. ممتازون ما شاء الله. وفي الختام أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.